هذه المجموعة الشبابية جاءت إلى هذا الحي الشعبي من مقر المرشح للرئاسة محمد ولد الشيخ الغزواني، حملة باب باب للتعبئة الميدانية أسلوب في الدعاية الانتخابية، أسند هذه المرة بالإضافة إلى أدوار أخرى قيادية للشباب في حملة الغزواني، الفريق المتقاعد الذي يسانده الرئيس المنتهي ولايته وموالاة النظام الحاكم وبعض تيارات المعارضة ومستقلون. هذه الحملة إن شاء الله ستكون تستهدف كل مقاطعة في كل يوم مع وجود فرق ثابتة داخل الميدان، إن شاء الله سيكون العمل إن شاء الله مضني، سيدخل كل بيت. الشباب يتصدرون أنصار المعارض التاريخي محمد ولد مولود أحد أبرز منافسي وزير الدفاع وقائد الجيش السابق. خطاب ولد مولود التقدمي يأمل حزبه اتحاد قوى التقدم أن يستقطب شرائح كبيرة من شباب موريتانيا. برنامج الانتخابي اللي يتميز عن برامج الانتخابية الأخرى، وكذلك سيرته الذاتية كمناضل معروف من 50 سنة مناضل لأجل الشعب الموريتاني. الشباب يشكل أغلبية سكان البلاد ويتطلعون بشكل عام إلى المزيد من الديمقراطية وفرص العمل وإلى الكرامة، ولا يولي البعض منهم أهمية كبيرة لهذه الانتخابات. نحن دروشين قالوا يختلف عن الظلم، ظلم ظلم السياسية فعلا سمعت، ونحن هذا لنا 10 سنوات مهمشين. وتشكك قيادات شبابية مستقلة في قدرة أي من المرشحين للرئاسة على وضع حد لما يرون أنها هيمنة طويلة للمؤسسة العسكرية والقوى الحزبية والتقليدية الموالية لها على المشهد السياسي في موريتانيا. خالد ولد جدود، الحدث، نواكشوط.